جميع التجارب التي اكتسبها الإنسان منذ عصور ما قبل التاريخ تقاسمها مع محيطه الطبيعي ومجاله البيئي، من أشجار استغلها كملجأ، ونباتات تغذى منها، وحيوانات متنوعة الأصناف اصطاد العديد منها، كما نقش صور بعضها على الحجارة. استطاع الإنسان التطور والنمو، فك العديد من الطلاسم، وأنجز اكتشافات سباقة، وقطع الفيافي والأمصار مشياً على الأقدام. ورغم ما اكتسبه من خبرة، لا يزال مفهوم الموت يشغل تفكيره ويطبع سلوكه العقائدي والروحي منذ أكثر من 7 ملايين سنة. لجوء الإنسان القديم إلى دفن أمواته ميزه عن الحيوان، كما يعتبر علماء الأنثروبولوجيا عملية الدفن دليلاً على أن الإنسان قد بلغ درجة من النمو والتطور الذهني والروحي، الشيء الذي تؤكده العديد من اللقى الأركيولوجية وضعت على شكل قرابين أمام جثث الأموات. جل علماء الآثار والمتخصصين في دراسة أصل وتطور السلالات الإنسانية القديمة يتفقون على أن ما يميز فترات ما قبل التاريخ هو لجوء الإنسان إلى تشييد عمارات جنائزية متطورة البناء ومتنوعة الأشكال وغنية بتصاميمها الهندسية، ولا تزال بعض هذه المقابر القديمة تشكل لدى الباحثين لغزاً من الألغاز.